جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات آثرت عدم ذكر اسمها، إنما تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز أن أصوم عن أمي ما فاتها في رمضان بعذر شرعي؟ لأنها يشق عليها الصيام قليلا وليس لمرض أو عذر شرعي، وإذا كان لا يجوز فهل يجوز أن تعطي فدية إطعام مسكين عن كل يوم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت والدتك لا تستطيع الصيام لكبر سنها وهرمها، فإن الواجب عليها أن تقدم الفدية عن كل يوم، وهي إطعام مسكين. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد بذلك من لا يستطيع الصيام لعجز مستمر، إما لكبر وهرم، وإما لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، فإن الفدية تقوم مقام الصيام في حقهم. والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، في كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم. نعم.